السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نعيمة من قناة تعلم الطبخ المغربي جوجل. اليوم إن شاء الله غادي نديرو طريقة ديال تحضير الخميرة، يعني الخميرة البلدية. الخميرة البلدية لأن يعني في هذا العصر ده ولينا كنديرو الخبز ديالنا بالخميرة الطرية. من قبل كانوا الناس كيعجنوا الخبز ديالهم بالخميره اللي كيصنعوها بيديهم، اللي كنقولوا لها حنايا في المغرب الخميره البلديه. يعني يسبق وطلبوا مني يعني الكثير من السيدات بانني نحضر لهم هذه الخميره دي. فانا يعني بعد ما بقيت نبحث وكنجرب مني تحت في هذه الطريقه هذه، يعني الطريقه هذه فعاله رائعه، انا جربتها وهذه هي الطريقه اللي عجبتني. كنحتاج لهذه الخميره البلديه يعني دقيق، انا خديت الدقيق ديال الابيض، دقيق الفرس. تاخذوا اي كميه بغيتوا، ماشي ما عندناش شي مقدار معين. ناخذوا الماء ديال اللبن المهم اللبن، حنا في المغرب كنقولوا له اللبن، عندنا الحليب وعندنا اللبن. هاد الماء ديال اللبن باش اننا نحصلوا عليه، كناخذوا اللبن كنديروه فوق النار، يعني كنديرو في شي كاسرول ولا شي حاجه وكنديرو فوق النار. من بعد تيعزل ليا الماء ديال اللبن وكيولي عندي الجبن وعندي تيولي الماء. كنصفيه، يعني كناخد داك الجبن، يعني كنديرو شي توب ديال حياتي وكنصفيه مزيان وكناكلوه، يعني كيولي جبن كنديرو ليه شي الملح وكناكلوه. وهاد الماء هذا كنصنعو منه الخميره. هاد الماء ديال اللبن كنخلطوه مع هاد الدقيق، لا اكثر ولا اقل، يعني كنخلطو كناخدو ان فورشيت كنضيفو هاد الدقيق وكنخلطو، يعني نديرو الكميه باش غادي يجيني الخليط ما يجينيش يعني ثقيل، ما تجينيش عجينه يعني مدقصه، ولا يجيني خفيف بحال كنديرو عجينه الاسفنج تماما. صافي، هذه هي يعني الطريقه اللي كنعملو. انا خلطت هاد الماء اللبن مع الدقيق، غادي نديرو في علبه بلاستيكيه وغنديرو في الفرن. انا شخصيا هذيك الطريقه اللي عملت، عملته وخلطته درته في علبه في بلاستيكيه ودرته في الفرن، فرن مطفي، وخليته لمده 3 ايام او لا يومين. انا في كل يوم كنفتح على العلبه وكنشوف باش غنعرفها بان خمرات، فباينه تتكون باينه، يعني دوك الفقاعات كيكونوا يعني طالعين ليا من هذا الخليط. ملي كنلقى دوك الفقاعات بداو تيبانو، تنعرف بان الخميره ديالي صافي تحولت، اصبحت خميره. كناخدها وكناخد الماء الدافي، كندير الماء حتى يدفى، وكنضيف الخميره الدقيق، كنضيف لها الدقيق اخر وكنضيف لها الماء الدافي، وكنديرها في علبه اكبر وكنخلطها نخلطها نخلطها مزيان، وكن يعني نسد عليها مزيان، يعني نغلقها باحكام، وكنوضعها في الفرن اولا في مكان دافي ونخليها. ما كتمرش لي تقريبا حتى ساعه المكنه حتى تتفاعل بواحد الطريقه عجيبه جدا جدا. انا بصراحه تفاجأت لاني اول مره، بصراحه اول مره في حياتي كنعملها، ما عمري ما عملتها. يعني الوالده ديالي الله يذكرها بخير كانت تعملها، ولكن انا عمري ما انتبهت ليها. وما بصراحه حنا ما كنفكروش في ديك المسائل، ولكن بكثرت من ان الناس كيطلبوها مني فقلت خصني نعرفها. صافي، منين تفعلت نوريكم كيفاش كتصبح، يعني كتخمر درجه كتصبح بحال درنا لها، يعني بحال درنا بغرير وخمرناه تماما. هذه هي الطريقه كيفاش كيولي. هذا هو الشكل ديالها اللي كيولي، شفتوه؟ حنا مع ملي كنبغي ناخذها من بعيد ما كتبانش، ما كتكونش واضحه. ها هي اختمرت يعني بطريقه عجيبه، كيوليو فيها دوك الفقاعات، شفتوا كي تتولي كتفاعل بسرعه بسرعه بسرعه. ولكن هذه الخميره هذه يعني خصنا الا كنا غادي يعني من الناس اللي كيعجنوا كل يوم، يعني كنحضروا الخبز ديالنا في البيت ديالنا، فمزيان غادي ناخذ منها ونخليها واحد القدر قليل، ونضيف له الدقيق والماء الدافي ونخلطه مزيان، ونخليه في علبه، يعني نسد عليه في علبه ونديره في الفرن نخليه ليوم الاخر، ونعاود ناخذ منها وندير لها الدقيق وندير لها الماء الدافي ونخليها. يعني دائما كنخلي بحال القيمه، كنخلي واحد الجزء قليل من هاد الخميره، وكنضيف له الدقيق وكنضيف له الماء الدافي وكنخليه باش تكون لي خميره اخرى لليوم الاخر.
لان ما يمكن ليناش نخليوها مثلا، إننا كنا ماشي من الناس اللي كيعجنوا كل يوم، ما يمكن ليناش نخليوها اكثر من يوم، لان غادي تولي يعني غادي تحماض بزاف، ومنين نبغوا نديروها في الخبز غادي يجينا الخبز ديالنا يعني في يعني مذاق ديال الحموضه بزاف. لهذا يعني في كل يوم خصها تبدل، كل يوم خصنا نضيفوا لها دقيق، يعني تنخليو دائما عير تقريبا 2 ملاعق من هذا الخليط ونضيفوا ليه الدقيق والماء الدافئ. وانتم كتشوفوا كيفاش كتكون يعني خميره بمعنى الكلمه. وهاد هاد الخميره هذه يمكن لنا اننا نعملوا بها الحريره، الحريره المغربيه، فكتجي رائعه بديك الحموضه اللي كتكون فيها، فبصراحه كتجي رائعه. المهم انا وعدت الكثير من النساء بانني غادي نخليهم الطريقه، فانا رقيت الطريقه وطريقه يعني جيده جدا وصحيه، بانكم شفتوني عملتها باللبن، الماء اللبن، فالماء اللبن صحي ما فيش حتى شي مشكل، وهذه هي الطريقه وشفتوني كيفاش عملت ليها. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتجاوبوني وتقولوا لي كيفاش جاتكم. المهم الطريقه اللي عملت انا هي هذه، درتها في الاول باللبن حتى خليتها 3 ايام حتى خمرات، من بعد منين خمرات ضفت ليها الدقيق، يعني باش انني نحصل على كميه كثيره، ضفت ليها الدقيق وضفت ليها الماء الدافي، ويعني وغلقتها يعني باحكام ودرتها في الفرن، ما مرتش حتى ساعه المكنه حتى تفاعلات، ويعني وحسيت على هذا الشكل هذا. اذا نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتجربوها. انا قدمتها للناس اللي كيبحثوا على خمير البلديه هي هذه. ما تنساوش انكم تشاركوا معايا في القناه ديالي، يعني قناه التعلم الطبخ المغربي بوغرن، وما تنساوش كذلك تشاركوا في القناه ديال تعلم خياطه نعيمه بوغيمه، وكذلك ما تنساوش تشاركوا معايا في مدونات القفطان المغربي اللي هي يعني عملتها باش انني نجمع فيها القنوات ديالي بجوج، قناه الطبخ وقناه ديال تعلم الطبخ خياطه، وفيها الكثير من الاشياء. ان شاء الله قريبا غادي نعمل وان ديفيلي ديال يعني لباس تقليدي، وكنتمنى انكم تكونوا من المتتبعين. ما تنساوش انكم تتابعوني في البلوك ديالي، دائما كندير فيه الجديد، فكونوا من المشاركات وكونوا يعني عضو من هاد المدونه هذه، لان ان شاء الله بغينا نستافدوا جميعا. اللي عندها شي فكره، عندها شي حاجه اللي يعني نناقشوا فيها، فما عليها الا تشارك معنا، ودائما حنايا باغيين نستافدوا. يعني اللي عندها شي تدخل، حنا دائما كعائله فمرحبا بها. خليت لكم الراحه، وها هي الخميره البلديه، انتما كتشوفوها كي دايره تتفاعل تتفاعل. بصراحه انا فرحت مني وسقات لي، لانني اول مره كنديرها، جاتني عجيبه. كيفاش كانوا الناس في زمان كي يعني يديروا بها الخبز ديالهم، فبصراحه فعاله. اذا ما تردوش انكم تجربوها وتخليوا لي تعليق يعني كيفاش صدقت لكم. خليت لكم راحه ومع السلامه.